مرحبا بيك مسكول في الفل في عنو الفل وكلكم هذا مستدعين ها اي في بيننا وحتى المستمعين اي في احد نزول الفخر ان شاء الله مرحبا مرحبا الاموال اموال كرويه قاعده تدور ودي عجيري سيتي مرحبا بيك نسوي ودي عجيري اليوم ثمانية قلوبنا الكلها مع النسور يا بنينا بكل ثمانية ونص ثمانية ونص في ملعب حمد العقربي في رادس الناس كل توينس الكل 12 مليون باش يتبع ماتش المنتخب اليوم ضد مالي ماتش مصيري ماتش اللي يستنوا فيه توينسا كل اربع سنين ماتش هذا يجي يتعاود كل اربع سنين تقول لك السنه كفيسا ماتش ترشحوا به لكاس العالم اول مره باش يكون في بلاد عربيه نحكيوا على قطر قطر 2022 با حط الميكرو قريب لك هكا سي بون ها كاس 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 انا من البارح لقيت يمكن ساعه ولا ساعتين على خاطر الماتش وكذا دونك بيه العرس باش العرس خاطر العرس ها لا صدقني الماتش ان شاء الله مرته مش تاس ان شاء الله صحيح الحمد لله يا رب نقص شويه في نقص شويه في الراديو اتفضل باش نحكيو يا سيدي معاك على التشكيله تشكيلة المنتخب التونسي باش نشوفوا تونس شنو هو المريول اليوم اللي بتواجه به جاب المريول اللي نفس اللون اللي باش يلعب به المنتخب اليوم 8:30 لون الابيض قارين حسابنا ديجا واضحين امورنا واضحه باهي برشا 11 ملاعب اليوم يقولوا حشتنا ب 11 محارب مش 11 ملاعب 11 جندي باش يحاولوا يجيبوا ال 3 بوان ويخلوا احنا خلينا نقولوا الانتصار ان شاء الله والترشح للمونديال نعرفش عليكم تحبوا نبداو بالتشكيله والا عندنا ميساج دو موتيفاسيون يظل مهم الناس الكل نسمعوه توت سويت نسمعوه باهي نسمعوا المثال تاع الموتيفاسيون اللي الكلمه اللي سحري قالها جلال القادري مدرب المنتخب في ماتش مالي في الميتون تاع ماتش مالي في المباراه الذهاب ما عرفتش ولاد كان نجموا نسمعوها توا كي نشوفوا صوت وصوره دخلتنا الماتش نحكيو برشا على الوقت اذا نحكيو على الاكسبيريونس اذا ني با كيستيون باش نعمل دوز اكسيون ولا نعد باش يدخلوا يعطيوا 100% الجمهور ما يحبش يكون ما ثماش جمهور جمهور علينا وعليهم ثم 11 راجل ضد 11 راجل في التيران اليوم ثم ريسبونسابيليتي وثم دوبوار ثم ريسبونسابيليتي وثم دوبوار اون اي با جوار ماناش دي جوار اون اي دي ميليتير جايين باش نحارب اجريسيفيتي نربح الديوال نتاعك برشا انجاجمون اي برشا كونسونتراسيون برشا كونسونتراسيون الناس الكل 12 مليون يستناو فيك 12 مليون يستناو فينا سي المومون فيريتي ونعرف اللي ثم رجال نعرف اللي ثم انجاجمون تاع رجال ربي معانا الناس الكل ربي كيما كنت تسمعوا ميساج قوي برشا من جلال القادري ما نسمعوش برشا ميساجات هذوما في تونس هذا الكاري احنا مستسلمين بهم المسار والمسار عندهم دي ميساج دو موتيفاسيون كبار يعني شفت الفيديو الاخرانيه في ماتش مصر في السنه ضد السنغال مباراه الاهلي في مصر يعني حطوا لهم اغنيه تحيا مصر وبيت بداوا يغنيوا ويشتحوا مع الاغنيه اعطيهم كلمه مصر فقط احنا في تونس مش مستسلمين برشا بالكلام هذا كلام دو موتيفاسيون سمعناها زاد مع سامويل ايتو في الـ في الـ في الافريك قال لهم فوزيت دي غيري وكل شيء ما بين الميتون مهمين برشا اي مهم جدا اما راهو جلال القادري تبارك الله عليه يعرف يحكي بالكدا بالكدا راهو عنده كوميونيكاسيون باهيه برشا مع جوارات وحتى مع التلفز والميديا اون جينيرال دونك ميساج باهي برشا ميساج قوي برشا وميساج بالحق ما ينجم يكون كان دعم وموتيفي نستغل الفرصه هذه نحب نوصل زاد هنا حطينا ميساج تفضل للفئه اللي موجودين برشا في تونس اللي نهار كامل ينبروا على المنتخب ولا اي ماتش اللي عادي راهونا نعرف منهم برشا عادي انه ينبروا على المنتخب ويعني ما يحبوا معناتها يمثلوا المنتخب باشخاص يقول لك انا ما نحبش المنتخب على خاطر الاشخاص فلانين وان شاء الله يخسروا كذا لا يقدر ان شاء الله دونك نوصل لهم ميساج نقول لهم رانا المنتخب للتوانسه الكل الكل